إسماعيل يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية وأبرزها ضبط الأسعار. القوات العراقية تواصل تقدمها في معركتها لتحرير الموصل من داعش، والعبادي يحذر تركيا من مغبة اجتياح العراق. بوتين يعلن وقف الضربات الجوية على حلب وفرض هدنة إنسانية لمدة 10 ساعات الجمعة القادمة. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية على شاشة النيل، مرحبا بكم. يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية. ومن المقرر أن يبحث إسماعيل خلال اجتماع المجلس تقارير الوزارات أو الوزراء المختلفة، بالإضافة إلى متابعة توافر السلع وضبط الأسعار. يستقبل وزير الخارجية سامح شكري اليوم المار ماداديوف وزير خارجية أذربيجان الذي يزور القاهرة حاليا. تتناول المباحثات العلاقات التي تربط بين مصر وأذربيجان وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. من ناحية أخرى، يلتقي وزير الخارجية مع ماريزا ماتيس رئيس لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي، والتي تقوم حاليا بزيارة إلى مصر. يتركز اللقاء حول العلاقات المصرية الأوروبية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا والعراق واليمن. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعدت القوات المسلحة أضخم حصة غذائية بلغت 8 مليون عبوة لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بجميع المحافظات، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين. هذا وقد أصدر الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاته بتوزيع العبوات الغذائية على المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في محافظات الجمهورية. لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة أجهزة الدولة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وإيمانا منها بدورها الحيوي باعتبارها جزءا من نسيج شعب مصر وإحدى مؤسسات الدولة المصرية التي تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين. انتهت القوات المسلحة من إعداد وتجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ملايين عبوة غذائية لتوزيعها بنصف الثمن على المواطنين بجميع محافظات الجمهورية، حيث أصدر الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أوامره لجهاز الخدمات العامة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة الإمداد والتموين بإعداد العبوات الغذائية وتوزيعها على المواطنين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات التي تدخل في نطاق مسؤوليتها. وقد حرصت الدولة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف التي يتم تدبيرها، سواء من خلال الوحدات الإنتاجية بالقوات المسلحة أو بالتعاون مع الشركات المصرية بالسوق المحلي وتجميعها داخل عبوات خاصة وتحميلها داخل أسطول من الشاحنات وسيارات النقل المجهزة، مع إعطاء تلقين للعناصر المشاركة بأماكن ونقاط التوزيع بكافة مدن ومحافظات الجمهورية طبقا لنطاق المسؤولية، وذلك حرصا من الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة على التلاحم مع أبناء الشعب المصري وتخفيف العبء عن كاهلهم.
ترأس اليوم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين الجولة الرابعة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث انعقدت هذه الجولة من الحوار بين مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الإنجليكية تحت عنوان وتستمر لمدة يومين. تتناول جلسات الحوار العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك، منها التعددية الدينية ومبادرات وتجارب في العيش المشترك والتسامح، إضافة إلى دور الأديان في تعزيز المواطنة. كما تعقد جلسة خاصة لغرض المبادرات الناجحة مثل مبادرة بيت العائلة المصرية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة اليوم ليسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوبه نهارا، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره. تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ويصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، وتقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، ورياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، ورياح السطحية على كل من البحرين تكون شمالية غربية. أعلنت قيادة العمليات المشتركة لمعركة الموصل أن قواتها تمكنت من الدخول في منطقة جديدة ضمن الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وذلك عقب استعادة السيطرة على بلدة قوقلي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف مدينة الموصل من الجهة الشرقية. من جهته قال القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إن تنظيم داعش ينهار بشكل كبير في كافة محاور تحرير الموصل، مؤكدا وجود تنسيق بين كافة القوات المشاركة في العمليات العسكرية. في الأسبوع الثالث من عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، دخلت قوات الجيش العراقي المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية بعدما تمكنت من دخول منطقة جديدة المفتي. استعاد جهاز مكافحة الإرهاب السيطرة بشكل كامل على بلدة جوجالي ومحطة تلفزيون الموصل الواقعتين على أطراف الموصل من الجهة الشرقية. وقبل جوجالي جرت معارك عنيفة في بزوايا القريبة انتهت بسيطرة القوات العراقية وانسحاب داعش. ووفقا لرئيس الجهاز الفريق عبد الوهاب السعدي، ستكون الزهراء والكرامة هي المناطق التالية للسيطرة عليها. على المحورين الشرقي والشمالي استعادت قوات البشمركة الكردية خلال الأيام الماضية السيطرة على عدد من القرى من داعش. وضيقت الشرطة الاتحادية العراقية الخناق على الإرهابيين في ناحية حمام العليل استعدادا لاستعادتها لتصبح على بعد 18 كيلومترا عن وسط مدينة الموصل. في اليوم الرابع لعملياتها فتحت ميليشيات الحشد الشعبي جبهة جديدة من جهة المحور الغربي وتتجه نحو بلدة تل عفر التركمانية بهدف قطع امدادات داعش بين الموصل والرقة السورية. وتخشى أنقرة من اندلاع مواجهات مذهبية في تل عفر حال سيطرة الحشد الشعبي عليها. وأمام هذه التطورات أعلن مسؤولون عسكريون أتراك أن قافلة عسكرية تضم حوالي 30 آلية تنقل قطع مدفعية في طريقها إلى منطقة قريبة من الحدود العراقية. إعلان دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى تحذير تركيا من مغبة اجتياح العراق، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تفكيك تركيا. جيش التركي ما مقاتل خارج حدوده مثل الحرب، سووها قبل 40-50 سنة ما وقت في قبرص، غير حالة هيك. العراق غير، العراق دولة موحدة لأن حررنا أراضينا، خذناها من تخوم بغداد إلى الآن نوصل للموصل، وراح العراقيين ترى يقاتلون بشدة ضد أي احتلال لأراضيهم.
تصريح لا يشير للخوف من مواجهة تركيا، بل يدل على مدى الخوف من تعقيد الموقف على الأرض وتداعياته في ظل تداخل الكثير من الخيوط على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لتتحول معركة الموصل من تحرير المدينة إلى معركة أوسع بين أطراف آخرين. أشاد المبعوث الأمريكي لدى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، أشاد بالتقدم الذي أحرزته القوات العراقية في معركتها لتحرير الموصل، مجددا دعم بلاده لكل القوات التي تقاتل داعش بالموصل. من جهتها دعت منظمة إنقذوا الأطفال البريطانية المجتمع الدولي بفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين العراقيين من مدينة الموصل، حيث يوجد 600 ألف طفل بين العالقين في المدينة. أكدت المنظمة أن المدنيين يواجهون خطرا متزايدا مع كل يوم يبقون فيه داخل المدينة، محذرة من تكرار معاناة المدنيين العالقين في مدينة حلب السورية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل النيل من العراق تحسين طه. تحسين، طلعني على آخر التطورات الميدانية فيما يخص تحرير الموصل والأوضاع الإنسانية هناك. نعم، أنا بكم سيدتي ونبينا الكرام. حقيقة اليوم استأنفت القوات الأمنية العمليات بالتقدم منذ ساعات الصباح الأولى، واستطاعت أن تتوصل إلى سيطرة كاملة بعض الأطراف في الجزء الشرقي. نفهم أن القوات الأمنية يوم أمس قد شرعت بالدخول إلى أول أحياء مدينة الموصل أو أول مناطق مدينة الموصل، وهذا ما اعتبرته قيادة العمليات المشتركة والتحديد في منطقة كوكزبي التي هي أقرب المناطق. وبعدها اليوم القوات الأمنية من المتوقع أن تدخل حي الكرامة وتسيطر على حي الكرامة باعتباره أول الأحياء من الجهة الشرقية. لكن هناك تسريبات بأن القوات الأمنية تريد أن تنتظر وصول المحاور الأخرى، بالتحديد المحور الغربي والجنوبي، من أجل الدخول بشكل متواجد. لكن هذا قد يؤجل العملية اليوم، كون أن القوات الأمنية في المحور الجنوبي لحد هذه اللحظة تطوق وتحاصر منطقة نحل الموصل، وشرعت بعمليات التقدم باتجاه حمام العليل وسيطرت على محيط حمام العليل. لكن السيطرة على جميع منطقة ناحية حمام العليل قد يستغرق يوم كامل ويزداد أيضا. بالتالي تم انتظار القوات الأمنية في المحور الشرقي ما وصول القطاعات الأخرى قد يعرقل هذا الأمر، وقد يعني استغرق وقت يعني يوم أو يومين. نعم. تحسين، ماذا عن الأوضاع الإنسانية تحسين؟ حقيقة هنالك مخاوف يعني كثيرة من مصادر سياسية ومن منظمات دولية، و يعني هنالك مخاوف من أن يكون المواطنين في داخل المدينة دروع بشرية، لا سيما وان هنالك تسريبات تحدثت عن ان داعش ترجع الى اجبار واجرام يعني فرض بعض الاوامر على المواطنين بالتواجد في مواقعهم، ويعني عكس ما قالت به المنشورات. يعني كما تعرفون قبل ايام هنالك اكثر من مليون منشور قد يعني ارسالهم من قبل الطائرات على مدينه الموصل بضروره الابتعاد عن التجمعات والمرافق التي فيها داعش. لكن اليوم داعش تريد العكس، تريد ان تغرم يعني وتجبر المواطنين على التوتر في المواقع القريبه لداعش في تجمعات داعش، مما قد يصعب من العمليه. القوات الامنيه تقول بانها يعني تجعل الاولويه رقم واحد في عملياتها الجانب الانساني، وانها قد حتى تستغرق وقت او تتعطل عشان خسائر في المدنيين. وهي ايضا قالت بانها تؤمن ممرات امنه ومسالك امنه لكي يخرجون منها المواطنين والمدنيين. نعم. في مدينه الموصل، فضلا عن وجود وسيله نقل للمواقع النازحه. اشكرك. نعم. تحسين طه مراسل انيل، كنت معي من العراق.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مد وقفا لشن الضربات الجوية على مدينة حلب وفرض هدنة إنسانية بها لمدة 10 ساعات في يوم الجمعة 4 نوفمبر. قال متحدث باسم الكرملين أمس الثلاثاء إن الوقف المؤقت للضربات الجوية الروسية والسورية على حلب ما زال ساريا، لكنه لن يستمر إذا وصلت قوات المعارضة في المدينة من هجماتها. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه المركز الروسي لتنسيق الهدنة في سوريا ارتفاع عدد المناطق السورية المنضمة إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى 877 منطقة. وأوضح المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية استمرار المفاوضات بشأن الانضمام إلى وقف الأعمال العدائية مع القادة الميدانيين من الجماعات المسلحة بمحافظات دمشق وحمص وحماة والقنيطرة. قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن فشل الغرب في كبح جماح الجماعات المتشددة في سوريا تسبب في إرجاء استئناف محادثات السلام لأجل غير مسمى. يأتي ذلك بينما أعلنت الأمم المتحدة أن كل الأطراف المتحاربة في حلب ربما تكون ارتكبت جرائم حرب من خلال هجماتها العشوائية في مناطق المدنيين. يبدو أن الأوضاع في سوريا مرشحة لمزيد من التصعيد مع استمرار المعارك على جميع الجبهات، ما أدى إلى إعلان وزير الدفاع الروسي إرجاء بدء العملية السياسية إلى أجل غير مسمى. استئناف عملية المفاوضات وعودة السلام إلى سوريا تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى. في الوقت نفسه أعلن الكرملين أن موسكو لن تكون قادرة على تمديد الوقف المؤقت للغارات الجوية على أهداف في مدينة حلب في حال استمرت الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري في هجماتها على الأرض. وما زالت مدينة حلب تشهد معارك عنيفة بين القوات السورية والمسلحين الموالين لها من جهة وفصائل المعارضة المسلحة من جهة أخرى، وذلك إثر استهداف مناطق تقع تحت سيطرة القوات السورية بمئات القذائف الصاروخية في هجمات تمكنت خلالها الفصائل من التقدم والسيطرة على مناطق في القسم الغربي للمدينة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف أعلنت من جانبها أن طرفي النزاع ربما ارتكبا جرائم حرب خلال الهجمات العشوائية في حلب. جميع الأطراف المتحاربة في حلب ترتكب أعمالا عدائية تسببت في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وتخلق مناخا من الرعب لسكان المدينة. الغارات التي استهدفت المستشفيات والمدارس والأسواق والمخابز أصبحت شيئا معتادا، وإذا ثبت أنها استهدفت عمدا فإن ذلك ربما يرقى إلى جرائم حرب. ورغم الإدانات الأممية يستمر الصراع في سوريا في ظل تعثر الجهود الدبلوماسية، ما يبدد الأمال في التوصل إلى حل سياسي لوقف نزيف الدم المستمر منذ أكثر من 5 سنوات ونصف. من جانبه قال الرئيس السوري بشار الأسد إنه سيبقى على رأس السلطة في بلاده حتى عام 2021 على الأقل، حين تنتهي ولايته الثالثة ومدتها 7 سنوات. كما أعرب الأسد عن ثقته بأن القوات الحكومية ستستعيد السيطرة على البلد بأكملها، معتبرا أن السبب الحقيقي لما يجري في البلاد هو إسقاط الحكومة لأنها لا تتناسب مع معايير الولايات المتحدة، نافيا أن أي مسؤولية شخصية عن الصراع الذي يجتاح سوريا. اليمن قتل 8 من عناصر الميليشيات الحوثية، قتلوا وأصيب العشرات خلال الاشتباكات التي دارت بين القوات اليمنية والحوثيين في جبهات القتال بمدينة تعز، بينما أصيب 10 من القوات الحكومية بالإضافة إلى 3 مدنيين بسبب القصف المستمر الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأحياء السكنية. تزامنا قصفت طائرات دول التحالف العربي مواقع الميليشيات في ميناء وساحل مدينة المخاف في المحافظة، مما أسفر عن قتلى في صفوفهم.
ما زالت قوات الجيش والمقاومة اليمنية في تعز تواصل معاركها لتحرير أرض اليمن من قبضة المتمردين الحوثيين. قوات الجيش تمكنت من استكمال تحرير جبهة الشقب بالكامل في منطقة جبل صبر جنوبي تعز. قيادي بالمقاومة الشعبية أكد أن قوات الشرعية تمكنت من تحرير عدد من المناطق في معارك تحت إشراف قيادة محور تعز، تمكنوا خلالها من طرد ميليشيات الحوثيين وصالح من جبهة الشقب بالكامل وتطهيرها حتى منطقة بوابة عدن التي تربط جبل صبر بمديرية خدير. جبهة القتال في تعز شهدت أيضا اشتباكات عديدة بين قوات الشرعية والميليشيات، خاصة في مديرية السلو جنوب تعز وفي منطقة جبل الضعيف غرب المدينة، حيث استطاعت القوات صد هجومين لعناصر الميليشيات على المنطقتين وأجبرتهما على التراجع. الاشتباكات أسفرت عن مقتل نحو ما لا يقل عن 20 عنصرا من الميليشيات وإصابة العشرات منهم في الوقت الذي استمر فيه المتمردون في قصف مواقع القوات ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية. في الوقت ذاته قصفت طائرات التحالف العربي 5 أطقم عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي وصالح وسط محافظة حجة شمال غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل العشرات منهم. وفي محافظة صعدة شمالي اليمن المتاخمة للحدود السعودية، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة في جبهة البقع وأسفرت عن مقتل عدد من المتمردين، بينما قامت مدفعية الجيش بقصف مواقعهم في المنطقة. يواصل رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون الاستشارات النيابية لاختيار رئيس الحكومة الذي سيكلف بتشكيلها. من جانبها أعلنت كتلة المستقبل النيابية ترشيحها لسعد الحريري لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية القادمة، مشيرا إلى أنها تطلع إلى نتائج إيجابية للتعاون بينه وبين الرئيس ميشيل عون انسجاما مع أحكام الدستور واتفاق الطائف. كما أعلن تكتل التغير والإصلاح أيضا ترشيح سعد الحريري، مبررا ذلك بموقف الحريري بالاعتراف بالتكتل التغيير، وأضاف كذلك أن أي صعوبة ستواجهه سنقف معه لحلها. من بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. أستاذ سالم بعد التحية، كيف أهلا بك يا فندم، كيف تتابع الاستشارات النيابية الجارية الآن من قبل الرئيس عون لاختيار رئيس الحكومة الجديدة؟ المجلس النيابي اللبناني مكون من 128 نائب، هناك نائب مستقيل، وبالتالي نحن أمام 127 نائب سيشاركون في الاستشارات النيابية اليوم والغد لتسمية اسم الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة العتيدة. كل الإشارات تدل في بيروت على أن الرئيس الحكومة السابق سعد الحريري سوف ينال ما يقارب 100 صوت ليكلف هو بتشكيل حكومة العهد الأولى. إذن باختصار يبدو أن الأمر شبه محسوم، وأن لبنان يتجه إلى تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل حكومة العهد الأولى في زمن فخامة الرئيس ميشيل عون. نعم، الأمر ربما شبه محسوم من قبل البرلمان اللبناني حتى قبل اختيار شخص رئيس الجمهورية اللبنانية بعد هذه المدة الطويلة من الفراغ السياسي، لكن برأيك كيف ستسير الأمور سواء داخليا في لبنان أو حتى على صعيد سياساتها الخارجية؟ السؤال المركزي يكمن ليس في تسمية رئيس الحكومة العتيد، هذا الأمر نعم محسوم وسهل، المسألة الأساس هي في كيفية تشكيل الحكومة، وهل سيستطيع الرئيس سعد الحريري من تشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان وأن يكون فيها كل المكونات؟ بصراحة في الساعات 24 الأخيرة الأجواء أكثر من إيجابية في بيروت. يكفي أن أقول لك أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأن الملك السعودي عبد العزيز سلمان بن عبد العزيز وأن الرئيس الإيراني حسن روحاني وأن وزير الخارجية جون كيري وأن الرئيس السوري بشار الأسد جميعهم قد اتصلوا بفخامة الرئيس ميشيل عون، وبالتالي يبدو أن هناك إرادة دولية بتشجيع اللبنانيين على الانطلاق قدما
نحو حكومة جامعة يشارك فيها كل الأطراف. هذه الاتصالات الدولية يضاف إليها بيان مجلس الأمن الصادر بالأمس الذي هنأ الرئيس وتمنى حكومة سريعة التشكيل، جميعها تدل على أن لبنان يبدو أنه دخل نسبيا في فترة من الاستقرار الداخلي. نعم، أشكرك جزيل الشكر. كنت معي من بيروت الأستاذ سالم زهران مدير مركز الارتكاز الإعلامي. قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان في أعقاب نشر تقرير عن عجز هذه القوات عن حماية المدنيين خلال أعمال عنف وقعت في يوليو الماضي بجوبة. من جهة أخرى، عبر مواطنون في السودان عن إحباطهم جراء تجديد الولايات المتحدة للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي باراك أوباما على بلادهم بدعوى أن أعمال الحكومة السودانية لا تزال تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي. مدينة نيالا قرب إقليم دارفور غربي السودان مدينة تعاني من الصراعات والفقر والظروف المعيشية القاسية. الأمور هناك لا يبدو أنها تسير نحو الأيسر، حيث جدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، وذلك بحجة أن سياسات وتصرفات الحكومة السودانية ما زالت تشكل خطرا على الأمن القومي والسياسات الخارجية للولايات المتحدة. كل المآسي الحاصلة في السودان دي بتحمل مسؤولية النظام، ومن ضمن هذه لأنه هذا النظام يعني كل سياساته في حقوق الإنسان بيتعارض مع المواثيق الدولية وكده، يعني عشان كده أنه هذا النظام هو بيتحمل هذه المسؤولية، وهذا النظام عانى منه شعب السودان. يعني كانت الخارجية الأمريكية أعلنت في سبتمبر الماضي أن محاربة الإرهاب تعد هدفا مهما للولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعهدت بالانخراط مع حكومة السودان بشأن حماية حقوق الإنسان وحل الصراعات الداخلية وتلبية الاحتياجات الإنسانية وتحسين الاستقرار الإقليمي والحريات السياسية وقضية المحاسبية. نحن لا نتعاطف مع العقوبات الدولية على بلادنا على الإطلاق، ولم نزع في يوم من الأيام لمحاصرة بلادنا أو فرض عقوبات عليها من الخارج أو الاستناد على قوة خارجية في صراعنا الداخلي ضد نظامنا في السودان. يشير لأن الولايات المتحدة الأمريكية تضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1997، وذلك بسبب استمرار الحرب في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. ختام النشر عناوين الأخبار. رئيس الوزراء الشريف إسماعيل يرأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة الملفات الأمنية والاقتصادية وأبرزها ضبط الأسعار. القوات العراقية تواصل تقدمها في معركتها لتحرير الموصل من داعش، والعبادي يحذر تركيا من مغبة اجتياح العراق. بوتين يعلن وقف الضربات الجوية على حلب وفرض هدنة إنسانية لمدة 10 ساعات الجمعة القادمة. نهاية نشر. المزيد من التفاصيل على nile.eg بعد قليل. قراءة في الصحف المختلفة.